أنا يومي يومي بفيق أول ما بطلع من غرفتي لشباك الصالون اللي بطل على قبة الصخرة، بلتفت عليها وبقولها صباح الخير، بحس إني بتحدث معاها صباح الخير، بقول بعقلي مثلا اليوم منورة، قبة الصخرة مشعة منورة، ليكون في أحداث، يكون في أشياء، يعني حتى العادة بشعر إنها كئيبة أو حزينة، بعرفش هذا أنا شعور خاص، بحس ترابط بيني وبينها. ابني كل ما يطلع ويعبر بيسألوا وين انت، فبقول لهم انا ساكن جوات الحرم، بتركوه. وفي مرات الجنود والله بفتشوه، يعني بفتشوه يعني اشي مزعج. يعني والله ما ببدله ولا بأي بيت بصراحة، لأنه شعور طمأنينة يعني حلو، أجواء دينية، يعني شو بدنا أحسن من أجواء دينية؟